يومكم سعيد مليان فرح وخير وصحة وستر، ودايما كل الأمنيات الحلوة من الستات لمشاهدي الستات على النهار، وطبعا أولهم مفيدة. صباح الفل. صباح الفل عليك يا سهير، صباح الفل على كل مشاهدينا، ولازم نقول ألف مبروك يا سهير للزمالك، وانت لابسة أبيض فهسيبك انت بقى تبدعي في الموضوع ده. مبروك للزمالك، الزمالك ينتصر على الإصابات والغيابات وكل العقبات والصعوبات. بجد امبارح روح اللعيبة هي اللي فرقت، روح يعني انا قلت لك شايفة خطة لعب، لكن روح اللعيبة هي اللي فرقت، لان في فريق كامل غايب. بس المهم ان الزمالك يفوز 3-0 خارج ارضه، وهو متعادل هنا 0-0، فكانت القصة صعبة، فعشان كده كانت فرحة. المهم ان وارد جدا ان شاء الله الزمالك يكسب والاهلي يكسب، فيقوموا يتقابلوا هما الاثنين ويعملوا سوبر مصري يا رب ان شاء الله، يعني ده الامل. يعني الف مبروك لنادي الزمالك، وزي ما انا قلت يمكن من امبارح ان بسبب الظروف اللي النادي الزمالك كان بيعدي بيها، اعتقد ان اتولد مجموعه اخرى من اللاعبين الرجاله اللي قدروا انهم يصمدوا وقدروا يحققوا النتيجه المتميزه في الماتش بتاع امبارح. انا مش هتكلم سريع، ممكن سهير زملكاويه فمركزه اكتر على الخطه وطريقه اللعب، لكن انا اقدر اقول ان احنا قدرنا ان احنا نثبت ان في عندنا لعيبه تانية شباب يقدر ياخد الفرصه ويقدر يستفيد من الفرصه. فمره تانية الف مبروك نادي الزمالك يا رب ان شاء الله. وسهير لابسه ابيض وبتاع ومظبطه، وانت لابسه ابيض. والله ده يعني انا مبسوطه، انا مبسوطه يعني مبسوطه انها جت كده صدفه يعني. لكن ان شاء الله يكون السوبر مصري افريقي باذن الله بين الاهلي والزمالك، بعد هم كل فريق ما ياخد البطوله اللي هو فيها ان شاء الله. بمناسبه الفرح والافراح، ناس كتير جدا مصريين بيروحوا يعملوا افراحهم بره، ويبقى متباهي جدا ان هو عمل فرحه مش عارفه فين وفين او فين وفين، فيقوم فرح يتعمل في مصر زفاف اسطوري على سفح الهرم 3 ليالي حرفيا لملياردير هندي. يقول مصر مليانه، مصر مليانه اماكن، مصر حلوه، مصر هي اللي تعمل فيها الافراح، الناس تيجي لمصر تعمل الافراح مش المصريين يروحوا بلاد تانية يعملوا الافراح. طبعا طبعا فرح الملياردير يعني هو هندي. هو امريكي هندي، هو امريكي هندي انكور جين. هذا الملياردير الفرح بتاعه ترند من امبارح، او بقاله من امبارح، من اول امبارح بالليل وهو ترند. اولا ليه؟ لان الصور اللي وصلت لنا من الفرح رائعه، في احترام كبير جدا للحضاره اللي ورا الناس اللي بتحضر الفرح، الناس مقدرين جدا اهميه الاماكن اللي هم موجودين فيها، محافظين على طبيعة المكان، وفي نفس الوقت عاملين فرح يخلينا نحط رجل على رجل. يعني الفرح اللي اتعمل ده وغيره من العروض الأزياء اللي جت قبل كده، كان جار عمل برضو على سفح الهرم، وفي برضو عار مصمم أزياء كبير ومشهور عمل برضو على سفح الهرم العرض بتاعه. فكرة الصور اللي انتوا شايفينها دي احلى دعاية لمصر من غير ما ندفع فيها ولا مليم. يعني العالم كله بيتفرج على جمال البلد وحلاوتها والجو، احنا في شهر كام ومفيش الجو ده موجود في اي حتة في العالم بالمنظر ده، فطبيعي جدا جدا ان احنا نبقى فخورين ببلدنا، ونبقى حابين نقول ان مفيش اماكن زي مصر. عايزة اقول لكم ان هو عمل يوم في الهرم، ويوم في قصر محمد علي، ويوم في جزيرة الذهب، ويوم في المتحف الكبير. يعني اختار كل الأماكن السياحية الرائعة عندنا في مصر علشان يقول للناس على فكرة لو انتوا بتعملوا أفراحكم في أقوى حتة في العالم مفيش زي مصر. الفكرة الرائعة دي بالأجواء الأسطورية بحكايات ألف ليلة وليلة، وراها شخص مصري بيحب مصر فعلا، ومهمته الدفاع عن كل الآثار المصرية والترويج لمصر. مصر عاصمة الآثار في العالم. دكتور زاهي حواس، الحفلة دي فكرتك وبرعايتك، وبنقدم لك كل الامتنان وكل الشكر
بنمس عليك. اهلا بيك في الستات على النهار. اهلا وسهلا دكتور زاهي. الاول ازاي حضرتك؟ وانت وحشتنا ونفسنا بقى نشوفك قريب ان شاء الله. لكن كلمنا عن صداقتك بالملياردير الهندي انكور، انت اللي عرضت عليه فكره ان هو يجي يعمل فرحه في مصر. هي الحكايه بدات من 15 سنه. 15 سنه. ابوه اسمه نافين وامه اسمها اينو. امريكان من اصل هندي عايشين في امريكا وراجل ده مليونير. فجاءوا جاب ثلاث ولدين وبنت صغيرين وجم مصر وطلب ان هو يقابلني، فانا اخذتهم وشرحت لهم الهرم والموضوع اتنسى. والسنه اللي فاتت رحت في شهر مايو يونيو اعمل محاضرات في 23 بلد في امريكا. فطبعا الشركه اللي عامله لي المحاضرات عملت دعايه ضخمه جدا في المجلات والجرايد والسي ان ان، كل بلد كان معروف انا رايح فيها فين. فهو عارف ان انا جاي نيويورك فاتصل بيا وقال لي ان انا عايز اعمل لك حفله عشان احتفالا بيك. عمل لي حفله في نيويورك اسطوريه، عزم لي فيها اشهر معلقه تلفزيونيه، عمده نيويورك نفسه جه الحفله، يعني كان فيها شخصيات فنيه ثقافيه على اعلى مستوى. وقال انا مش هقدر احضر محاضرتك لكن هاجي اخر يوم محاضرتك في بوسطن، وجاه هو واريكا بوسطن. فقلت لهم بقى واحنا بنتعشى بعد المحاضره، عمل لنا واحد مليونير مشهور في مصر اسمه جريج ومراته اسمها اليزا عملوا لنا عشاء، وقلت الانكر انا عايزك تيجي تزورني في مصر. جم خدتهم الهرم والاقصر وقضينا يومين كاملين وعملت له حفله عشاء في القاهره على مستوى عالي وقدمته لاصدقاء كتير جدا. فهي بقى قالت لي ايه؟ انا نفسي يا زاهي ان انا اتجوز انكر قدام الهرم. الله. قلت لها هو قال وانا نفسي ان انت تبقى البيست مان بتاعي. تعرف في امريكا لما بتتجوز يبقى بيست مان اللي هو حاجه حد مقرب للعريس جدا. بالظبط يعني. قلت له انا موافق. وبعد كده جم تاني بداوا يتصلوا بشركه اسمها فيرتكس، دي شركه متخصصه في الايفنتس، واتفقوا بقى على الاتي. اولا احنا بدانا، هم راحوا جنوب افريقيا بطياره خاصه من امريكا 150 واحد. جاب 150 يعني واحد على مرتين جنوب افريقيا ومصر. استني بس. اولا هو كان جايب معاه محافظ تكساس السابق وزير الطاقه الامريكي، واحد جاب معلق مشهور اسمه كيفن اولاري، ده بيسموه مستر وندرفول، ده راجل مشهور جدا، مغني مشهور اسمه روبن سيك، يعني جايب ناس على مستوى عالي بليونيرات ورجال اعمال. المفروض دول ما بيتحركوش من حته غير بحراسه، ان يجيب 150 شخصيه مصر دي كان حاجه جباره. المهم رحنا انا قابلتهم في جنوب افريقيا، طبعا رحله اسطوريه هناك، الحفاظ على الجمال والطبيعه والسفاري والحيوانات، شفنا اربع ايام ولا الحلم. وبعدين جينا بطياره خاصه من جنوب افريقيا من جوهانسبرج الى القاهره نتيجه للتصاريح، مصر الطيران ما قدرتش تيجي لنا غير بالليل. فوصلنا القاهرة والحفلة بتاعت قصر محمد علي شغالة، وصلنا الساعة 1 بالليل. الحقيقة المسؤولين في مطار القاهرة صار 4 عملوا كل الإجراءات بحيث أنكر وإريكا يجروا على الحفلة وكلهم. أنا الحقيقة ما حضرتش الحفلة دي، لكن طبعا لو شفت الديكور والأغاني والحاجات اللي عاملينها في القصر كان حاجة ولا في الأحلام. وتاني يوم العشاء بتاع متحف المصري الكبير، وانا في وسط الحفله وقفت الموسيقى وعملت سبيتش سريع وقلت له انا بقدم لك هديه الجواز لك انت وإريكا، ان انا بديكوا اهم كتاب انا كتبته في الاثار المصريه وهو عن توت عنخ امون وزنه 25 كيلو. واو. وكتاب صغير كتبته على للاطفال باسم عن رمسيس الثاني، قلت لهم وده لميرت اللي انت تخلفوها بعد ما تتجوزوا. انت حددت لهم اسم البنت؟ حددت طبعا. المهم الحفله بقى قدام ابو الهول في ساحة الصوت والضوء اتعمل الحفلة، وهو واقف طبعا على الستيج هو إريكا وأنا بجنبهم بناظرهم. قلت لها يا إريكا أنت حبيتي في أنكور إيه؟ احكي لنا بقى قصة الحب وأول مرة خرجت. حضرتك اشتغلت مذيع ما يعني ما هو أنا البيست مان اللي بناقشه طبعا. فقالت لي حكيت له، قالت لي إن أنا كذا وقعدت تحكي بقى قصة حبها، وهو سألته نفس السؤال. وبعد كده قلت لها هل أنت تقبلي تاخدي
انكر يبقى جوزك وتعيش معاه في ثبات ونبات وتخلفه صبيان وبنات؟ قالت لي اي دو. فقلت لها طب وانت يا انكر؟ قال لي اي دو. وفي النهايه بقى قلت له طب على فكره خوفه وخفرعه من كوره على قدامك دول بعتين لي رساله بالهيروغليفي يقول لكم بالهيروغليفي عنخ بمعنى حياه، وجع بمعنى الرفاهيه، والسنب والصحه، يعني بيقول لكم بالصحه والحياه والرفاهيه. وقام دخل عليها بسها، وبعد البوسه دي كانت الساعه 7:30، طلعوا بقى هم على الصحراء. واو. معمول بقى ديكورات وحفله تانية فظيعه، حاجه ما تتوصفش. انا الحقيقه ما عدتش يعني ما عدتش طول الليل، كان في ماتش الاهلي وانا يوم الاهلي ما سيبش الاهلي. ما تعرفش حد، انا عارفين يوم الاهلي ما بيتكلمش حد. واليوم الرابع بقى رحنا قصر موجود في جزيره الدهب، اتعمل فيه غدا وحاجه احتفالات وموسيقى و و و شوفي الناس اللي احنا عندنا سايت بيجي لي الرسائل فيه. وكل واحد، انا لن انسى هذه اللحظه في حياتي. اللي حصل ده اكبر دعايه للعالم كله، بتقول حاجه واحده ان مصر امان. انا لم ارى مشكله واحده حصلت لهم. وهم اللي اختاروا الاماكن، يعني هم اللي اختاروا، هم انكر هو اللي اختار جزيره الذهب، قصر محمد علي، الصحراء، هو اللي اختار كل الكلام ده، المتحف. انكر هو اللي اختار كل حاجه. يعني حضرتك ما كنتش بترشح لهم الاماكن وهم يروحوا؟ لا انا طبعا انا رشحت المتحف الكبير الهرم، لكن جزيره الذهب هو اللي اختارها. انا قلت له روح الحته دي بيقول فيها قصر كويس، انا يعني شفته زمان ومش عارف تبع مين، فهو راح عجبه المكان جدا. وكان سهل ان هو يحجز كل الكلام ده، وكان سهل الاجراءات دي كلها، يعني ما كانش في اي مشكله. ما بقول لك هو ما قابلوش مشكله واحده. الحمد لله والله. انا عايز اقول لك حاجه، الاثار والسياحه والمطار وشرطه السياحه والاثار كلهم ساهموا في ان احنا نقدم للعالم كله اعظم جايزه، ان احنا نقول للناس مصر امان، تعالوا عندنا. ومصر حلوه وفيها اماكن رائعه. فيها اماكن، انا لسه مكلمني واحد اسمه بيتر، ده معلق على المشهور جدا في السي ان ان جاي مصر، بيقول لك ايه الهيدن بليسز في ايجيبت، الاماكن اللي محدش يعرفها. احنا عندنا، انا كتبت كتاب اسمه تيجي مره 11 مصر مره بتزور 11 حاجه ما شفتهاش قبل كده. مصر الكلاسيك تورز اللي الناس بتجيله الهرم ابو الهول الاقصر واسوان، لا ده انت عندك قصور وعندك حاجات جباره وعندك مواقع اثريه في دمياط وفي المنصوره وفي اسكندريه، اماكن ضخمه جدا الناس ما شافتهاش، سينا والواحات البحريه والخارجه والداخله وسيوه، عندك مواقع. دكتور زاهي عندنا عالم. شفنا بس الصور على السوشيال ميديا امبارح، يعني الفرح ده بقاله 4 ايام، يعني كان اواخر الاسبوع اللي فات، ليه ما شفناش، او اول الاسبوع ده ليه ما شفناش، ليه ما عرفناش دعايه، ليه ما اتعملش؟ لان اعتقد ان حاجه برايفت. انت خلي بالك ان اولا يا سهير هانم لسه برايفت. الحفله خالصه امبارح، انت بتتكلم على ايه؟ وبقى نمره 2 ما يقدروش يعلنوا الحاجات دي، لان دول ناس يعني مشاهير، ما ينفعش تعلني غير بعد ما يحصل الحدث. بس هو طبعا هنا في مصر، انت عايزه تعلني، انت عايزه تعلني قبل الحدث ليه؟ عشان ايه؟ عشان العالم كله. لا ما هو عالم بعد الحدث لما مع الصور. يا ست هانم الحدث ده اتشاف في العالم كله، الحمد لله. مفيش مكان في مصر ما يعرفش عن الفرع بتاع انكر واريكا. طب بعد ما اتجوزوا بقى انكر واريكا قالوا لك ايه؟ كلموك؟ لسه دلوقتي بعتين رساله دلوقتي عايزين يشوفوني تاني. هم هيروحوا بلد في مش عارف ملواي ولا فين كده، هيقعدوا 5 6 ايام، وبعد كده انا هقابلهم في شهر اغسطس في نيويورك. وانطباعهم ان هو عملوا احلى فرح في حياتهم، يعني انا بقول لك حاجه يا ستي، كل واحد في 150 اتجنن. واو. يعني توديه مستشفى الامراض العقليه عشان تهديهم. اه بالظبط طبعا، بالمنظر والحلاوه طبعًا اللي شافوها. الحمد لله، كل الامتنان ليك دكتور زاهي، وبنأكد مره تانية اللي حضرتك قلته، الشكر والتقدير لوزاره الاثار، لشرطه الاثار، لوزاره السياحه، لشرطه السياحه، للمطار، لكل الاجهزه اللي اشتغلت على ان الفرح ده يبقى احلى دعايه لمصر من غير ما الناس يقابلها المشكلات المعتاده. او لا خلاص ما بقاش في مشكلات، ما بقاش في، اعتقد دكتور زي ما بقاش في مشكلات ممكن تواجه اي حد.
يعني شوفي يعني طلع بالظروف بقى، يعني كل واحد بظروفه، لكن انا بقول لك اللي حصل ده بيؤكد ان ممكن اي واحد يجي مصر ويعمل اعمال عمل ضخم. احنا بنشكرك يا سفير يا سفير السياحه المصريه الرائع المميز. اشكرك الجميل، انت حبيبنا، الستات الجميلات، ومبروك للاهلي. ها وانت اهلاويه وشكلك زملكاوي على فكره. والله ابدا انا اهلاويه موت يا دكتور. سهير اللي زملكاويه، انا نهار اسود عليكي. ايوه بالظبط، انا اهلاويه يا ريس. انا الفراعنه كانوا اهلاويه يا سهير. الفراعنه كانوا اهلاويه. عايزه اقول لك ان انا ببقى اهلاويه لما الاهلي يلعب خارج المسابقات المصريه، ببقى اهلاويه اكتر من اي حد اهلاوي، ببقى اهلاويه زيك. بنشكرك جدا دكتور زين حواس. كل السلام. ماشي، من الافراح والحاجات الحلوه، الجمال يليق بمصر، العراقه تليق بمصر، الحضاره في مصر، جاء التاريخ، جاءت مصر ثم جاء التاريخ، ولكن الواقع بيقول لنا في حاجات ضلمه، في حاجات مش احنا عندنا حاجه اسمها الدارك ويب. ايه الموضوع ده؟ شفنا قضيه وطفل بيموت والناس اترعبت، فعايزين نفهم حاجات كتيره عن الموضوع ده. انا وانا بقرا الكلام والجريمه انا عقلي مش راضي يستوعب اللي انا بقراه، انا مش عايز اصدق ده. دارك ويب ده على حسب معلوماتي، ولسه هنتاكد اكتر من الخبير مهندس وليد حجاج. وليد حجاج، لكن اللي انا اقدر اقوله ان دارك ويب ده عالم احنا ممكن ما نتخيلش خطورته في دماغنا عامله ازاي. يعني لو احنا بنتكلم عن المافيا، لو نتكلم على الجرائم المنظمه، او كل ده منبعها وقوتها دلوقتي جاي من خلال حاجه اسمها الدارك ويب. بنخشه ازاي؟ مين الناس اللي فيه؟ بيتعاملوا مع بعض ازاي؟ بيدفعوا لبعض ازاي بعد ما بيتفقوا على الديلز؟ الحاجات دي اللي كان المفروض الولد هيصورها والفيديوهات اللي هتترفع كانت هتتباع في ايه؟ في مزاد ولا هتتباع لشخص معين؟ كل الاسئله دي مهمه قوي ان احنا نعرفها من خلال مهندس وليد حجاج. مهندس وليد حجاج خبير امن المعلومات، و بنمس عليك وتشرح لنا يعني ايه انترنت مظلم. اهلا وسهلا بيكي وكل الساده المشاهدين، والاول بعيد بس على كل اخواننا المسيحيين، وعايز اقول لكم بقى ان موضوع الانترنت المظلم ده حاجه موجوده من زمان جدا جدا جدا. والافكار ايه؟ الدارك ويب موجود من زمان بس موجود في مصر. بصي حضرتك، ما بقاش في حاجه اسمها مصر ومش مصر، نظرا ان هو انترنت. فالانترنت ده يعني الدنيا كلها تقدر تخش عليه، ولكن انتشار مش انتشار، حدوث الظاهره في مصر هو ده اللي جه. ايوه بس هو انت شايف ان هو منتشر؟ يعني معلوماتك ان هو منتشر؟ يعني الحادثه دي مش حاله فرديه؟ بصي حضرتك، اما يحصل حادثه او اتنين مش معناها انه منتشر، عشان ده بجد مش منتشر، لكن فكره انه بيحصل في مشكلة. حاجه الاهم من كل ده باشمهندس وليد، فلو حصل ان الصوت مش سامعينك اكتر هنقفل ونرجع نكلمك تاني، بس حاليا حضرتك تقدر تكمل. تمام. اهم حاجه عندي انا عايز اعرف عشان نمشي خطوه خطوه للمشاهد، ايه هو عالم الدارك ويب؟ ايه هو؟ طيب الانترنت ثلاث مستويات، اول مستوى فيها هو الانترنت السطحي اللي الناس كلها بتستخدمه، وده 3-5% من حجم الانترنت. يجي بعديه الانترنت العميق اللي هو باقي ال 100% ال 95%. الانترنت العميق ده ما فيهوش اي مشكله، اما الانترنت المظلم هي اخر حته موجوده في الانترنت العميق. والجزء ده عشان حد يخش عليه يتطلب انه يكون بستخدم نوعيه معينه من المتصفحات تدعم الانترنت المظلم، اللي اشهرها حاجه اسمها تور، برنامج اسمه تور زي الفايرفوكس والكروم والحاجات دي. المنطقه دي من الانترنت موجود عليها كل الحاجات الغلط اللي ممكن حضرتك تتخيليها، بمعنى جرائم قتل، ابتزاز، تأجير قتلة، أسلحة، مخدرات. الولاد الصغيرين بيعرفوا البرنامج ده ازاي؟ ده لا حضرتك صغير. ما تسأليش السؤال ده، لأن احنا عندنا دلوقتي الأولاد في مصر من أول 4 سنين بيستخدموا أجهزة موبايل. الجنريشن زد والأجهزة كلها بتعرف تتعامل مع الحاجات دي بشكل جيد. طب ينبه الأهالي ازاي؟ ما يقدروش يا سوير إن هم يعني ياخدوا بالهم
ايه الحاجات اللي نازله على الموبايلات ولا بصي إيه؟ فكره احذر الاهالي دي انا بقيت محتاجين احنا نغير طريقه التفكير. احنا محتاجين نفهم الاول ايه الخطوره علشان نقدر ان احنا نراقب من غير ما نحذر. اصلها عارفه انت هو ممكن يخش على الابلكيشن او الويب سايت ده من غير ما نعرف ان هو اصلا على الدارك ويب. احنا كاهالي للولاد عشان اوصله للولد وانبهه لازم ابقى انا عندي وعي. بصي حضرتك محتاجه تبصي على الاجهزه اللي الولد بيستخدمها. لو لقيتي عليها متصفحات غير المتصفحات المعتاده براوزر يعني زي برنامج تور زي في بعض البرامج اللي مسؤوله على الدخول في الاماكن دي فساعتها لازم حضرتك تسالي وتشوفي هو بيعمل ايه بالحاجات دي. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه فكره ان الولد يندرج في الحته دي او لا، هو الموضوع مش بخطا من الشخص. يعني لو بنتكلم على الحوادث اللي بتحصل الضحيه ملهاش دور، هي ما عملتش حاجه غلط علشان تبقى ضحيه. هو كل غلطه الضحيه حاجه واحده، ان انطبق عليها الشروط بتاعه الضحيه فتم استدراجها. يبقى احنا في الحاله دي مش بنتكلم على تكنولوجيا على قد ما احنا بنتكلم على ان ما ينفعش اي حد يصاحب اي حد ويتعامل مع اي حد لمجرد ان هو بيلعب معاه. انا عايز اسالك سؤال برضو اسئله تخصصيه قوي عشان نفهم اكتر. استاذ وليد او باشمهندس وليد، هل ممكن اي حد يخش الدارك ويب وهو مش عارف انه دخل الدارك ويب؟ لا ما ينفعش، لان حضرتك بتنزلي برنامج مخصوص للموضوع ده والمكان ده الحاجات اللي موجوده عليه بيتم التعامل عليها بشكل مختلف عن الانترنت العاديه. يعني انا ما لو انا ما عنديش الخلفيه مش عارف انا بعمل ايه بالظبط. ده سؤال بعمل ايه لو من وجهه نظر الجاني؟ ايوه من وجهه نظر انا مش بتكلم دلوقتي على الضحيه، انا مش بتكلم دلوقتي على الضحيه، انا بتكلم ان في ناس يقول لك ايه اصل الولاد شبابنا بيخشوا الدارك ويب لما يدوس على لينك غلط. لا يا فندم الكلام ده عالي تمام من الصحة، لأن المواقع بتاعة الدارك ويب ما بتبقاش لا دوت كوم ولا دوت نت ولا دوت أورج، واسم الموقع بيبقى غير منطوق. يعني ما تقدرش تنطقيه لده بشكل انجليزي، بيبقى عباره عن مجموعه من الحروف والارقام. هو 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 داخل الموقع ده مع سبق الاصرار والتعمد، هو قاصد انه يروح المكان ده. دخل الدارك ويب. انت حضرتك بتقول ان الدارك ويب ده عالم من الحاجات الغلط كلها، يعني تجارة بشر، تجارة أعضاء، مخدرات، أسلحة، مزادات بتتعمل على حاجات غير شرعية. الولد ده الولد اللي استدرج الراجل اللي يقتل الطفل كان عايزه يصور فيديوهات وهو بيموت هذا الولد وبيستأصل أعضائه علشان يبيعها على الدارك ويب، هيبيعها ازاي؟ مين اللي جاب له فكرة ان هو يبيعها ازاي وياخد الفلوس ازاي؟ بصي حضرتك في فيلمين اتعملوا، جزء اول وتاني، من حاجه اسمها ريد روم، الغرف الحمراء. فكره الريد روم هي عباره عن غرفه تبقى حمراء بيقوم بتعذيب شخص فيها. الشخص اللي هو بيقوم بالجريمه ده بيبقى بيتم استئجاره، ما بيبقاش عارف مين الطرف الثاني اللي تم استئجاره، يعني المجرم الاساسي اللي هو طلب من واحد انه يجيب ضحيه. ده بيستخدم الانترنت المظلم، بيتواصل مع شخص يقول له انا عايز ضحيه مواصفاتها كذا، الفئه العمريه كذا، ولد، بنت، راجل، ست، ايا كان. الراجل بقى بتاع الدارك ويب ده بيبتدي يبيع تيكتس زي المواقع اللي احنا بنشتري من عليها تذاكر سينما، تيكتس لحضور ريد روم هيتعمل فيها 1 2 3. في ناس بقى مرضى نفسيين بتشتري التيكتس دي. التيكتس ليفلز ومستويات، زي ما حضرتك بتقول انا هحجز بقى الصف اول صف تاني. التيكتس دي انت هتشارك انك تتفرج ولا هتشارك انك تتفرج وتطلب اوامر من اللي بيقوم بعمليه الاجراميه دي، يقول له مثلا عوره في ايده، عوره في شد شعره، اديله بالقلم. بس وليد دي لا مش مع نبيل، احنا عايزين لوحده. جدا جدا محتاجينك تنورنا في الاستوديو علشان نفهم كل تفاصيلها وابعادها وعشان نستوعب كده بالراحه. بنشكرك جدا وفي انتظار ان شاء الله تكون معانا. احنا مش هنعرف نكمل على التليفون لان الموضوع اخطر من اللي احنا كنا متوقعينه. اللي هو بيتكلم فيه ده حاجات ممكن احنا من الجيل اللي مش عارفين نستوعب الناس دي بتعمل كده ليه، فمحتاجين ناخدها كده بالراحه ونسال بهدوء. الازهر كمان حرم دخول المواقع دي ويطلع بيان اقل ما يوصف. مش دخول مواقع بقى، ده هي دلوقتي بقيتي بتشتري ابلكيشن. يعني هو مش موقع بس، ده انت بتخشيه عن عمد. يعني هنا الازهر المفروض ان هو كمان مش بس يحرم كل من يعني يفكر ان هو يشتري الابلكيشن دي او يخش بالابلكيشن دي. القصه كلها البيان بيحرمها
وبيوصفها بانها من يعني من الاسام الكبرى، ونتمنى ان شاء الله ان احنا ننتبه ونحاول ان احنا نفهم اكتر، وربنا يستر على اولادنا وعلى الايام اللي جايه. عندنا خبر رغم مأساويته الا ان هو رائع جدا، لان في اسير فلسطيني بياخد جائزه البوكر النسخه العربيه من الجائزه لسنه 2024. نصر بشكل من هو بيعتبر نصر بشكل من الاشكال للمقاومه الفلسطينيه، الكاتب والاسير باسم خنقجي اللي مسجون في الاحتلال الاسرائيلي بقاله 20 سنه، قدر يكتب روايه اسمها قناع بلون السماء وهربها على اجزاء مع اخوه خلال الزيارات، والروايه دي اترشحت وهو غالبا لسه ما يعرفش مفيده ان هو فاز بالروايه. بصي، بغض النظر عن ان هو لسه ما يعرفش، ولكن هو انتصار حقيقي لفكره المقاومه الفلسطينيه في اقوى ادوارها. الراجل لسه اسير، كتب في القصر هذا الكتاب وهو سجين، وطلع هذا الكتاب اخذ جائزه من الجوائز الكبرى في الادب. فتخيل اهالينا في فلسطين صامدين ويفضلوا طول الوقت مثال قوي للصمود وحب الوطن. قبل ما نمشي عندنا حاجه مهمه لازم، تحيه للصمود الفلسطيني، ويا رب ان شاء الله يكون لهذه الكارثه امل او نور في نهايه النفق. احنا عندنا خبر محزن جدا، المخرج والكاتب المصري الكبير دكتور عصام السماع. دكتور عصام دخل كليه الطب لكن كان عنده موهبه كبيره، وكان مفكر وسابق عصره ووقته دايما بافكاره اللي كان بيكتبها في المسلسلات اللي بتتنبأ بالمستقبل واللي كان بيخرجها. من اهم اعماله المفيده كابوريا والاراجوز والجنتل وطلع النخل واخلاق العبيد ورندفو علمني الحب والنمس وراجل مهم جدا وتوت توت وكروانة والفجومي، وغير كده كمان زمن وزمن كمان نعزي الاعلاميه الكبيره الاستاذه سلمى شماع، صح كده؟ لانه يعتبر اخوها او حاجه كده. لا دي معلومه غلط والله. على كل حال دكتور عصام الشماع الف رحمه ونور لروحه، بنعزي كل اسرته وبنعزي اسره الفن، اسرته الكبيره، كل الناس اللي بتمتهن مهنه الابداع والفن. كان كاتب رائع ومفكر عظيم ومخرج رائع، الف رحمه ونور لروحه. وهنطلع فاصل ونرجع نبتدي حلقتنا. التالي الفنانة منى تيسير في ضيافة الستات. بملامح بريئة ووجه طفولي وأداء متميز خطفت أنظار الجمهور لتدخل قلوبهم بسلاسة. إنها الفنانة الشابة منى بدر تيسير تفتح وعيها على الفن منذ نعومة أظافرها، فوالدها مهندس ديكور ووالدتها المذيعة نانو حمدي، وخالتها الفنانة القديرة شهيرة أرملة الراحل محمود ياسين الذي تعلمت منه الالتزام والتواضع. قدمت العشرات من الأعمال الفنية الناجحة من أبرزها لعبة الشيطان وملوك الجدعنة، نصيبي واسمتك وخيط حرير، وطانت لها بصمة مميزة في دراما رمضان بشخصية يسرى في مسلسل العتولة. ورغم قلة مشاركتها الفنية فإنها قدمت أدواراً حققت من خلالها شهرة واسعة لتثبت أنها فنانة موهوبة ينتظرها الجمهور. وبنجد تحية مرة تانية لكل المشاهدين، وزي ما شفنا في التقرير ان يمكن من مميزات دراما رمضان ان هو بيعيد اكتشاف الموهوبين مرة تانية وبيقدمهم للجمهور في ثوب من جديد. دور ناجح ومتشاف في رمضان ممكن يعوض فنان عن غياب وعن اعمال كتير ما قدمهاش او قدمها وما خدش حقه فيها. في رمضان اللي فات كلنا استوقفتنا
شخصية قدمتها باحتراف واقتدار، الموهوبة الجميلة من بدر تيسير ومسلسل العتاولة، وكل الناس سألت هي ازاي مش مكتشفة، هي ازاي مش واخدة الحجم اللي يناسب موهبتها، وازاي بتغيب عن الشاشة بالسنة والسنتين، وزي ما شفنا طبعا انها من عائلة إعلامية وفنية، وفي أطراف كتير فنية في غير اللي قالوا التقرير، في عمرو محمود ياسين، في محمود ياسين جونيور، وفي محمد رياض، وفي رانيا محمود ياسين، يعني عيلة كبيرة جدا ومنورانا من بدر تيسير. بنورك يا حبيبتي، ومرسي على التقديمة الجميلة دي، أنا مبسوطة قوي إن أنا معاكم النهاردة. وأنا كمان مبسوطة. مبسوطة جدا، أهلا بيكي وأهلا بحضرتك، لا بجد مرسي على التقديمة الحلوة دي. منى، يمكن نجاحك في دور العتاولة خلانا نتخض من الكلمة اللي أنت كنت قايلاها، أنا لو ما كنتش نجحت في الدور ده كان هيكتب شهادة وفاتي كفنانة. ليه؟ ده حقيقة أقول لحضرتك. يعني طبيعي إنك تبقي فرحانة مش إنك تبقي قلقانة. لا، هو لازم أبقى قلقانة، أولا الدور صعب جدا وفي مشاعر وأحاسيس متداخلة في بعض متناقضة، الخوف، القلق، الحرمان، الفقد، الندم، حاجات كتير، في لحظات بيجيلي مشاهد انا بعمل كل الحالات دي في مشهد واحد، زائد ان انا في مسلسل كبير جدا، مخرج كبير، شركه كبيره، نجوم كبار، ممثلين كبار جدا، عتاوله، وكمان في حاجه بقى، سيبك بقى من كل ده، عندي بقى ازمه تانية انا بس اللي فيها، ايه هي؟ انهم كلهم في واي وانا في واي تاني، فانا باينه محطوطه جوه فريم كده متبروزه، كلهم عاملين شعبي، وفي لايت كوميدي، في اكشن، في شويه دراما، انا لوحدي، فانا كده كده باينه، الاختلاف باين، فهو سلاح ذو حدين، لو وحشه هبقى باينه قوي، زائد ان انا بظهر بغير في احداث المسلسل، اولا انا بظهر من الحلقه التاسعه، فده شيء مرعب ان المسلسل دمه خفيف وفي حاجات بتروح وتيجي وانا دوري قاتم واللاين بتاعي قاتم، وبقى يعني جاي، عارفه اللي هو جاي معايا النكد، فانا كنت خايفه طبعا الناس تقول يا بقى نكدت علينا يا ايه دي. انا ساعات ممكن اتفرج على مسلسل ويبقى ليه مود معين، ولما المود ده بيفصل منه احس ان انا لا مش عايزه، الا بقى الناس العظام زي مثلا في ارابيسكو، كنت ببقى مستمتعه اني استنى مثلا المشاهد بتاعه الاستاذ كرم مطاوع مع ان هو كان في لاين لوحده، فده عايزه ممثلين عظام وكبار عشان يخلي المشاهد يتقبل ظهورك باللون المختلف عن اللون بتاع العمل. هو في دور بيحيي ممثل ودور يموت ممثل؟ طبعا في دور يحيي ممثل وفي دور ينهي مشواره خالص، ده اكيد بيحصل، بس طبعا بتبقى حاجه جميله لما يبقى دور يحيي ممثل او ينوره او يرجعه تاني ياخد مثلا المكانه اللي هو يستحقها او اكتر، دي طبعا حاجات بتحصل، وياما في ادوار بتبقى صغيره وبتعظم بتصنع نجوم، وفي ادوار تانية ممكن بتنهي الممثل. طب منى، في دورك في العتاوله انت كنت بقالك فتره ما بيجيلكيش نوعيه الادوار، او ما جاليش الدور ده أدوار اصلا قبل كده. جالك ازاي يا منى؟ يعني ايه اللي حصل؟ هقول لك، طبعا ده بيبقى توفيق من عند ربنا. بس يعني انت مش بتظهري قوي في المجتمع. ده حقيقي، انا استاذ احمد خالد موسى، يعني انا مشكور، يعني كنت اشتغلت معاه قبل كده برده في ملوك الجدعنه، وبرده كان جايبني في ملوك الجدعنه في دور مش شبهي خالص، مختلف عني وما عملتوش قبل كده، البنت الشعبيه اللي بتشتغل عامله في حمامات المولات، بتمسح الحمامات بتاعه المولات، وبالليل بتفتح لايف وبتقعد تجيب الرجاله، وتقعد يعني دور يعني مش شبهي خالص، ولا شكلا ولا مضمونا بالادوار اللي انا عملها، كنت خايفه، يعني قلت انا خايفه، انا الناس قال لي مش هخليكي ولا تعملي اي حاجه اوفر ولا اي حاجه، بس نوصل المسج، وكان في لايت كده كوميدي شويه في الدور، فانا كنت حباه عشان انا بحب الادوار دي اللي هي مش بتجيلي يعني، بس انا بطبعي بحب اهزر، اعمل في المعهد وانا ما كنت طالبه كنت بحب اروح اميل للحاجات اللي فيها كوميدي شويه، فده طبعا انا مش بلاقيه لما بيبقى بشكل احترافي بره. فاستاذ احمد المره دي كان عايزني اعمل دور يسرى، وانا كنت خايفه وقلت له انا خايفه، انت ليه جايبني في دور
يعني ده بتخليني اعمل الحاجات اللي انت حببت يعني حببتني فيها اني اعمل شعبي واعمل الحاجات اللي بيبقى فيها خف الدم. قال لي لا طبعا انت هتشوفي الدور ده هيعمل ايه معاكي. هو بصراحه عانى معايا مش من اي حاجه، يقول لي انا اشوف ان المخرج يبقى قلقان من الممثل، اما الممثل هو اللي بيقلق المخرج منه. اقول له انا خايفه، انا مش مبسوطه، انا حاسه ان انا مش هبقى حلوه، انا حاسه يعني فتره التحضير الاولانيه دي طلعت عينه. ويقول لي انا واثق فيكي، انت هتعملي الدور حلو، الناس هتتعاطف معاكي وهتحبك وهتحس بيكي، وده دور مختلف عن الباقه اللي انا عاملها. وصدق التنبؤات. لا هو رهيب في حاجه كمان، معرفش هو بقى بيقعد على البنوره، هو عنده تمرومتر الشارع، يبقى عارف ان النهارده في الحلقه دي ايه التعليقات الناس اللي هتقولها. عامه معانا كلنا كمسلسل يعني ككرو، يقول النهارده مثلا الناس هتبقى عايزه تشوف، هتتخانق معاكي انك ما عملتيش الدي ان ايه، هتقعد تقول لك يلا اعملي الدي ان ايه. ساعات كان ياخر مشاهد في المونتاج ما تبقاش هو ده رقمها في الحلقه، عشان هو عارف ان الناس هتبقى متشوقه وعايز يبقى فيه سبايسي اكتر. فهو عنده نظره، بيعرف يحطنا في اماكن جديده تخلينا فعلا. دلوقتي بتناديكي ام مالك ام فارس وانت لسه بنوته صغيره فأمموكي بدري. يعني الحمد لله دي حاجه فرحتني جدا. طبعا انا المسلسل كنا بنصوره في جزء كبير كنا بنصوره في لبنان، فانا جايه 28 رمضان، ففي الاول وفي الاخر الترمومتر بتاع النجاح انا بشوفه من السوشيال ميديا لان انا بره مصر. اول ما نزلت المطار لقيت كل الناس بتناديني، حتى في الجوازات مش بيقولوا لي يسرى، لا هم بيقولوا لي ام مالك وام فارس. فالحمد لله هو لقب جديد حلو، بس يبقى فال حلو ان انا اخلف اجيب فارس ولا حاجه ان شاء الله. باسم سمره فعلا بالحاله اللي كان عاملها كان بيخفف عليكي الغربه والتوتر. استاذ باسم انا اشتغلت معاه كذا مره واحنا قريبين لبعض اصدقاء، بس برضو البني ادم بيبان في السفر وفي الغربه وفي ديلي ايام كتير، لان احنا نعتبر كلنا قاعدين مع بعض لمده 4 أشهر، كنا بنشوف بعض اكتر ما بنشوف اهلينا يعني. ورمضان طبعا بنفطر مع بعض وبنتسحر مع بعض، فهو مبهج جدا وبيعشق الطاقه الايجابيه، بيحب يعني وما يحبش حد يبقى مقريف شايل هم، يعني لو عليه عايز يعمل كل حاجه لينا كلنا عشان نبقى مبسوطين. كنا في راس السنه في اسكندريه، استاذ احمد بقى سقى قاعد بقى في اوضته بقى، وجو مطر والشتاء بيبقى فيه بالظبط كآبه كده شويه، لقى في الريسبشن، دخل الاوتيل لقى في الريسبشن بابا نويل محطوط على تمثال، قلعه ولبسه وطلع عمل احتفال ببابا نويل. فهو لذيذ خالص 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 وجميل، وراجل يعني عارف تلاقيه فيه سند ظهر معاكي. جدع ابن بلد كده، ما يحبش حد يبقى شايل هم حاجه او قلقان من حاجه. بص الصوره دي رفق بحالي انا ومي وخرجنا فسحنا، كنا يوم اجازه فسحنا قمر. طب منا يمكن انت وجودك في عائله فنيه كبيره، انا يعني طبعا شهيره كخاله طبعا. الام نانو حمدي من اشهر المذيعات الموجودين في التلفزيون المصري، واحده من مؤسسين ماسبيرو زمان، يعني انا اعتقد ان هي ده حقيقي قناه ماسبيرو زمان، دي كانت فكرتها ده فعلا، هي اسستها وقعدت كذا سنه هي المسؤوله عنها. ما يعرفوش ان هي اللي كانت بتسعى وكانت هي اللي بتنزل المكتبه. نانو انا بحييك يا حبيبتي، يعني ده لازم كلمه هي مامي كرييتيف كانت قوي فعلا. الحياه فعلا وبنبصها وبنقول لك وحشتينا. وبابا بقى واحد من اشهر مصممي ديكور في كل الاعمال الناجحه اللي موجوده في الدراما المصريه الحمد لله. ال ال الحياه دي طورتك ازاي؟ يعني هي اللي خليتك تحبي التمثيل، وليه ما حبيتيش الاذاعه والتلفزيون؟ طبعا موضوع التمثيل ان انا احب ايه وما احبش ايه، دي بتبقى حاجه ليها راجع مثلا انا عندي الموهبه دي. يعني مريم اختي اعلاميه وليها مشرفيه، مريم كان بيتعرض عليها كميه، لو قلت لك الاعمال اللي اتعرضت على مريم تبقى ممثله، يعني استاذ مجدي ابو عميره واستاذ اسماعيل عبد الحافظ كانوا متمسكين، كانوا يقولوا لها وما يقاسوش، ويجي العام بعديه يقول لها لا خلاص لا مش عارفين منا بتمثل، احنا عايزينك انت. وهي كانت حابه انها تبقى مذيعه. انا نفس البوينت عندي، انا بحب التمثيل، انا بمثل من وانا عندي 6 سنين. انا وانا صغيره ما كانش عندي الوعي
وانا عندي 6 و7 سنين ان انا خالتي شهيره ومامتي مذيعه. انا كنت بقعد اتفرج على الفوازير واقعد ارقص واغني زيها. اول يوم اعرف ان انا خالتي دي نجمه لما خدتني معاها الاستاذ اشرف فهمي وصورت معاها فيلم حب بين قوسين. اول يوم ادخل البلاتو واشوف الناس والحاجات انبهرت طبعا. انبهرت وبقى ما بقتش مستوعبه ان خالتي عندها جوه بقى وممثله بقى عظيم. يعني ما كانش لسه عندي الاستيعاب للحاجات. يعني كان عندي ميول بس اني بتفرج على الفوازير كده. يعني حاجات هي كان عندها نظره شايفه ان انا عندي موهبه التمثيل طول الوقت. تقول هي منا شاطره. اه لا هي من وانا صغيره تقول لا فيك يعني في حاجه هنا في الزئريده دي وراها حاجه. فدي حاجات بتبقى غصب عني طبعا. فكره ميولي انا مياله لايه. ماما ما اعترضتش انك تخشي تمثلي؟ لا هو بابي هو اللي ما كانش عايزني امثل. اه انا سامعه ان هو كان بيخاف عليكم انتوا الاثنين. قوي ما كانش عايزني امثل. كان خايف عليا وكان شايف انها شغلانه شاقه. هو كان بيشوف فيا ان انا مجتهده جدا واي حاجه بعملها صح. يعني بقعد اشتغل كتير. فكان قال لي يعني مثلا ممكن تلخصي انك انت تشتغلي في شغل تاني هيبقى ثابت هيبقى فيه ديلي هتحققي فيه نجاح بشكل اسرع. كان عايزك تشتغلي ايه؟ كان عايزني اشتغل مهندسه ديكور طبعا واروح اشتغل معاه لان انا كنت برسم حلو وحاجات. يعني عايزك تبقي معاه عايز تشتغلي معاه. عايزني اوكي كده مش عايزني ابقى معايا برضه. يعني عايزني اعتمد على نفسي. هم فكره الاعتماد على النفس ان انت ما ساعدكيش ماليش علاقه بس ان انا ادخل فنون جميله واشق بقى طريقي في الديكور. طبعا اكتسبت منهم حاجات كتير بطريقه اصلا اندايركت يعني من غير ما احس. فكره انك انت تعيشي الثقافه اللي هي السمعيه دي اللي انت تبقي مكتسباها ان انا اعرف يعني انا من وانا صغيره فكره ان انا بعرف انقي الادوار. مش بعرف يعني قليل قوي لو لقيتيني اشتغلت في عمل مش حلو ببقى انا اقرا اقول لمامي لا المسلسل ده مش هيبقى حلو انا مش هشتغله وهتشوفي لما يتذاع مش هيبقى واو. المسلسل ده كان عايز يبقى فيلم مثلا حددته ما تستحملش. فدي حاجات انا اكتسبتها عشان من صغيرة. المود العام الاتموسفير يعني. طب انت حاسه بالظلم علشان قعدتي فتره طويله او يعني ان انت حاسه ان انت عندك موهبه اكبر من الحجم او المساحه اللي انت خدتيها فبيبقى عندك احساس بالظلم حتى ولو احيانا؟ اكيد طبعا عشان ما بقاش بقول يعني كلام برامج اكيد بيجي لي وقت ببقى حاسه بالظلم وبحس ان انا محبطه وعندي ياس شويه. بس انا برضو في نفس الوقت ببقى عارفه انها كل حاجه بوقت وبميعاد. ببقى انا عارفه ان ربنا اكيد في وقت معين هيدي لي اللي هو شايفه مناسب ليا اللي هو احلى سيناريو. السيناريو بتاع ربنا اللي بيبقى عامله. فاكيد عندي برضو فكرة الرضا. ممكن حد تاني مثلا وهو يائس أو محبط تلاقيه مثلا بيكتب بيقول تصريحات في الصحافة أو بيقول تصريحات مثلا ليه كصفحته الشخصية أو حاجة. بيبقى الناس عايزة تتنفس فعلا. في ناس ممكن يجيلها من كتر الضغط أو الإحباط يبقوا داون خالص. أنا مش من النوع ده. يعني أنا من النوع اللي عندي رضا شوية وبتعامل اني اقول الحمد لله. يعني باخد الموضوع بهدوء وببقى طول الوقت ببقى عندي يعني يقين في اختيارات ربنا ليا. يعني حتى الادوار اللي انت مضيتيها وما اشتغلتهاش كنت راضيه ولا كنت لا دي مساله ثانيه طبعا. لا طبعا كنت متضايقه ومنهاره خالص لان دي بتبقى حاجه ليها علاقه بالاهانه مش ليها علاقه بترتيبات ربنا. دي حاجات ليها علاقه بالبشر انهم بيضايقوكي. لا طبعا ده انا حصلت لي اكتر من مره ومره حصلت لي من سنتين. ليه يا من؟ يعني ليه حد يبقى حاطط في دماغه انه يضايق حد محترم ومؤدب؟ لا هو مش بيضايق ربنا. لا يعني انت يعني انت بنوته بنت ناس يعني. ما هو ممكن يكون ده السبب انهم عارفين ان انا مش هعمل مشكله. ما هو انا فعلا ما عملتش مشكله. يعني واحده غيري مثلا عرضوا عليكي عوضوكي ماديا وانت رفضتي. دكتور اشرف هو اللي قال لي انت ليكي حقوق وانا لو طلبت هطالبهم بيها انت هتاخديها. هو مسلسل على فكره هو مش سر. انا عادي انا مسلسل حلوه الدنيا سكر. انا قبل التصوير بثلاث ساعات. ثلاث ساعات؟ بثلاث ساعات. يعني انا كاميرا 9 4 ولا حاجه قالوا لي معلش احنا فركشناكي النهارده. قلت لهم اتس اوكي خلاص تمام. اكتشفت بالصدفه بعد يومين مش منهم. قمت كلمتهم قلت لهم هو ايه اللي حصل؟ قالوا لي معلش اصل قالوا لي كده كدبه برضو ما مش الحقيقه. فخلاص بقى دكتور اشرف يعني مين اللي اخذ دورك؟ واحده جميله جدا ممثله مش هقوله كلمتني ما كانتش تعرف
ولا ليها اي علاقه، هم كلموها وبعتوا لها الدور. ايه السبب؟ قالت لي خلاص شوفي انت. قلت لها لا حبيبي طبعا روحي، بدل ما انت اولى من حد تالت ما يبقاش كويس لانها إيه كويس. ايه السبب؟ ايه السبب انه ان 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 المخرج يختار ان هو يعمل الحركه دي؟ ما اعرفش، مش عارفه يعني. هو الاخراج يقول الانتاج هو اللي عمل كده، والانتاج يقول الاخراج هو اللي عمل كده. لا واحنا بينا وبين بعض عارفين ان الاخراج هو الاساس، يعني مفيش حد. ما هو الاخراج ده في الاخر الممثل يقف قدام كاميرا المخرج. هو المخرج برده هو اللي مختارني، كان بقاله شهر ونص. ففي حاجه حصلت، هم بيقولوا ان مفيش حاجه حصلت، ان هم حسوا ان الدور مش هيبقى لايق عليا. زعلك يا ماما؟ انا اتقهرت، دي اللحظه الوحيده اللي فكرت فيها اسيب التمثيل فعلا. اه يا قلت لعمرو خلاص انا عايزه اسيب التمثيل. ليه؟ قلت كلمت ليه؟ حسيت ان انا مش متقدره، وحسيت ان انا خلاص يعني البنزين خلص. وانت لسه صغيره قوي البنزين يخلص. لا لازم تقعدي مع مامتك تكتب لك كتب على ازاي. لا هي مامي دي ست عظيمه، وانا اعرف ابقى ربعها فايتر. اه فايتر جدا، بس دي بتبقى لحظه كده بتبقى غصب عن البني ادم. بس عمرو يعني عاقل جدا. عمرو محمود ياسين. اه عمرو وهو يعني مش ابن خالتي، انا مش عندي اخت واحده، انا عندي رانيا وعمرو ومريم وانا، يعني احنا بنتعامل ان احنا الاربعه احنا اخوات. ومامي مامة رانيا وعمرو وشوشو مامتي انا ومريم، يعني احنا الحمد لله ما شاء الله متماسكين جدا. اي طب تعالي نفكر بالعقل كده وبهدوء، انت دلوقتي جوه الموضوع وغضبانه، فمش هتعرفي تاخدي قرار يعني بحكمه. اقعدي فكري، وده مره حصلت وممكن تحصل تاني، دي حاجات شخصيه انه مش ليها علاقه بجودتك كممثله. فهم عملوا كده. اه عندهم حسابات اخرى. اه عند في حسابات تانية وايدي وبتاع، هو يعني بيعرف يهديني. فهديته شويه، فضلت متضايقه شويه، وبعد كده خلاص فكيت. طيب لما ممثله بتقول عندي خطوط حمراء وانا مع السينما النظيفه، مش مع اي خروج، مش مع اي منظر، مش مع اي لبس، الحاجات دي ممكن تحجم الموهبه او تحجم المساحه او تحجم النجوميه؟ لا، لان احنا اصلا مش هتلاقي حد بيعمل كده دلوقتي. يعني هو السؤال اصلا اللي كان بيتسال لي اتاخد جزء منه، لان اول حاجه ردته هو في اصلا ده حاصل دلوقتي؟ ده مش حاصل. يعني انا مش مثلا ضد التيار مثلا، فهيجي يقول اه ممكن ده ياثر عليا لان هيبقى فيه. هو ده اصلا مش هتلاقي ده بيحصل. يعني احنا عندنا ضوابط في المجتمع وعندنا حاجات، وبقى الجمهور ولا بيتقبل ده ولا الصناع بقوا بيعملوا ده. فاصلا مفيش حاجه يعني مفيش سينما نظيفه وسينما مش كده كده، ده مش حاصل. بس ده لو حاصل، انا مثلا كان جاي لي زمان خالص فيلم كان اسمه ماجيك، اتعمل كان في مايو، رفضت، جت حد تاني. حتى ده مش بقى موجود حاصل دلوقتي. يعني ده انا ساعتها انا بقوله لك ده كان في 2010، ده حتى دلوقتي ما بقاش حاصل. فالحمد لله يعني اهوائي جايه مع اهواء اللي حاصل، ده شيء الحمد لله كويس. يعني حتى لو كان الدور جامد، يعني حتى لو كان هيبقى الدور كان حلو جدا، في نقله فنيه ونوعيه في حياتك، برضو ممكن ترفضي حتى لو أيوة مشهد أيوة. حضن، مشهد مايو ممكن؟ لا بصي، الحاجات اللي ليها علاقه بالقبولات والتلامسات الاوفر واللبس، لا مش الاوفر، لا يعني عادي ان حد ابقى بمثل مع بيمسك ايدي ويبوسني من دماغي ويطبطب عليا، اكيد لا مش يعني مش الاكستريم كده. بس الحاجات كان السؤال، ما انا بقول لك السؤال كان اللي هي الحاجات ان هو الحاجات الساخنه. لا لا اللبس ساخنة اللي هو بيبقى حاجات فيها فجه زي المايوهات او الحاجات دي، لا ده طبعا مستحيل. مهما كان الدور حلو، ف ما هو في الفيلم ماجيك كان الدور جميل والفيلم كان جميل، فده مرفوض بالنسبه لنا. بدر تيسير، منى انت شبه شهيره، بنمس عليها جدا. هو انا شايفاها شبه مامتها. اهو ما هما الاثنين فيهم شبه، هما الاثنين شبه من بعض، فيهم شبه من بعض. العيون هما نفس العيون، واخدين بينهم بعض. على فكره مامتك وشهيره من اكتر الاختين القريبين جدا من بعض. ده حقيقي. يعني 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 شكلا وانسانيا. شكلا وانسانيا. ايوه ده حقيقي. انسانيا هم قريبين. ايه الحاجات اللي فيك شبه من شهيره كشخصيه؟ انا شبه شوشو في الشخصيه يعني اكتر مثلا من ان انا بحس ان انا شبهها في الشكل. انا كمان شبه صوتها، نفس طريقه كلامها، نفس تقطيعها للكلام كده، يعني ممكن يتلخبط واحنا بنتكلم في التليفون. لو رديت على موبايلها عادي ممكن حد يكمل معايا المكالمه انها شهيره عادي. بنعملها يعني. كشخصيه هي
شيك قوي وبتحب اللبس وبتحب الفاشون وبتحب الروقان والحاجات دي. انا طبعا زيها خرابيه كده، بحب يعني اخرب الدنيا خالص في الشارع. لما انا وهي بنسافر بره مع بعض لوحدينا بنبوظ الدنيا نهائيا. وايه قال ايه بعد شويه تقول لا خلاص كفايه، وانا اقول لها يعني عارفه اللي هو ايه كفايه كده، اللي هي بتاعه الضمير دي اللي احنا بنكمل بعديها. وفكره انها ربت فيا من وانا صغيره خالص فكره ان انا ابقى قريبه من ربنا وان انا اصلي، هي اللي علمتني الصلاه. كنت عندي 5 سنين وفصلت لي اسدال وبقت تجيب لي، جابت لي من السعوديه سجاده صغيره وتقف وتوقفني جنبيها وتخليني اصلي معاها. وانا بصراحه عملت فيها بلاوي كتير وانا صغيره، معرفش هي كانت مستسلمه لي ازاي. يعني قاعده وهي بتتكلم في التليفون اقعد اعمل لها في شعرها واحط لها ميك اب والبس حاجاتها واحط لها فتوك، يعني ياما عكيت فيها عك مش عارفه. وماما اخدت ايه من نانو حمدي؟ اخدت من مامي تحمل المسؤوليه، فكره ان انا لازم اشتغل من وانا صغيره جدا. انا بمثل وانا عندي 16 سنه يعني فكره الاستقلاليه. بس هي حمائيه يعني عصبيه، مين فيكم انت ولا مريم اللي واخدين الحمائيه؟ ما بقتش حمائيه خالص. انا بتكلم عن زمان حبيبتي. زمان ممكن يكون في الشغل ولا وده حقك وده مش حق. انا انت واخده الطلقه دي لوحدك عشان ما عنديش حاجه. في عيد ميلادها كتبت لها ربنا يخليكي ليا ونفضل احنا الاثنين روح واحده، وكتبت لها كلام حلو قوي. ايوه يا مامي توأم روحي، انا ومامي متعلقين ببعض من وانا صغيره. انتي صغيره؟ انا كنت، انا فضلت وقت كبير قوي لغايه ما بقى عندي 12 سنه انا بنام جنب مامي. ما عنديش استقلاليه ان انا انام في سرير لوحدي، ما برضاش. عندي اوضتي لوحدي بسريري وكل حاجه، انا مرتبطه بيها جدا. انا ممكن ابقى يعني ممثله عليها ان انا كويسه جدا من القلب، بتعرف انا فيا ايه. وانا نفس الموضوع. وانتي برضو لو احنا مسافرين وكل واحده فينا في بلد، اعرف من القالوا انها تعبانه شايله، يعني احنا مرتبطين ببعض جدا. طب منا اكتر حاجه في الدنيا صعبه موت الاب، ده حقيقي. البني ادم بيحس ان ظهره انكسر، رغم ان ممكن ما يكونيش انت، لا انت عايزه تشتغلي مهندسه ديكور ولا انت عايزه ان هو يساعدك. انا عايزه ابويا بس ابويا معايا في البيت. فرق يعني انا من البوست اللي بتكتبيها في ذكرى وفاته بحس ان انت لسه بتكلميه، لسه في علاقه ذهنية بينك وبينه. وانا عامة بحس ان انا بوبي معانا، يعني انا معايا، يعني انا يعني بحس ان هو معايا. وساعات اقعد اتكلم معاه واقول له انت اديت لي بومبه جامده جدا ومشيت وسبتني كده وسايبني كده. 2020 كتبت له المعنى ده. كتبت له ان انت عملت لي، سبت لي مسؤوليه رهيبه. بص اقول لك على حاجه، انا مامي وبوبي كانوا بيحبوا بعض جدا. ومامي كانت متعلقه ببوبي جدا. مامي تعبت، مامي في دروب عندها بعد رهيب. فكره ان مامي ممكن تقعد بالشهر مش عايزه تخرج اصلا، تفضل قاعده في البيت. فانا عندي بدل المهنه يعني اللي انا بعملها في البيت مسؤوليتين ان انا اخلي بالي من ان مامي تبقى مبسوطه وكويسه، واحاول اعوضها على 1/10 من اللي بابي كانوا بيعملوا معاها. وفكره ان انا هون على نفسي، فانا اللي هو اصلا انا عايزه اللي يهون عليا. فساعات كتير كنت بمثل عليها ان انا ابقى انا تمام قويه بس عشان مامي تقول، عشان مامي بايظه خالص. يعني عشان مامي رايحه خالص. بس فكره ان انا مفتقداه طول الوقت، مفتقداه. لما ببقى ربنا موفقني ببقى عايزاه يبقى معايا، لما ابقى بشوف مكتئبه عايزاه معايا، لما يجي لي شغل وعايزه اخد قرار اشتغل ولا لا ببقى عايزاه يبقى معايا، لما ابقى حياتي بتتغير شكلها لحاجه تانية ببقى عايزاه يبقى معايا، لما بتضايق انا ومامي من بعض ببقى عايزاه يبقى موجود في اللحظه دي يفك الاشتباك. اكيد ده اكيد، يعني ساعات بنختلف مع بعض. ليه ما بتفكريش في الارتباط؟ ايه الحاجز اللي بينك وبين انك تجيبي لمامي عريس وتجيبي لها احفاد وتنبسط بيكي؟ لان انا بعتقد ان حلم مامي وخالتك انك انت كمان يبقى ليكي بيت واسره. والله الحاجات دي ما فيش اي حاجه معطلاني خالص 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 غير ان هو نصيب. لما هيجي نصيبي هتجوز. ده كلام لا ده الحقيقه والله. ما اكيد ساعات بيجي لي اوقات كنت ببقى هتجوز وبيحصل حاجه، دي اللي هي بتاعه النصيب، اللي هي تبقى حاجات خارجه عن ايه اللي نفسك يكون موجود في الشخص اللي هيشاركك. يبقى شخص مؤمن يعرف ربنا عشان يتقي الله فيا. لما هو يعرف ربنا ويبقى بيتقي الله في اهله وفي مامته وابوه واهله، هو هيعرف يتقي الله فيا وفي ولادي وفي امي وكل حاجه. وانه ما يتعاملش
معايا ان احنا في حرب ومين ينتصر على مين. انا باجي بالمسايسة، ما باجيش بالعند. انت برج ايه؟ انا جوزاء. فهو بالراحة يتقي الله فيا كده ويمشي بالراحة معايا، انا تمام. بس انا شخصية مطيعة جدا وبسمع الكلام ومش مش يعني مش بدخل في ما بحبش التحديات. في المواصفات دي وامكانياته المادية متوسطة او عادية؟ لا يعني ما هو في فرق، المهم ان هو يقدر يفتح بيت، مش ان هو يبقى معتمد على حد او معتمد على اهله. انا لازم اللي اتجوزه حتى لو هو اهله اغنيه جدا، هو انت كيانك ايه، انت عملت ايه، مش مهم بقى اهله اغنية اهله عاديين، المهم هو يبقى عنده الطموح ان هو يطور من نفسه، ان هو يعيش عيشه تبقى كويسه. اما واحد دي حياته وهو فقد الشغف وما عندوش طموح وخلاص اللي جاي على قد اللي رايح، لا لان انا انسانه طموحه جدا وطول الوقت ببقى عايزه اطور من نفسي، فببقى عايزه اكيد اللي معايا. وانت منجذبه ليه بس هو ملوش في الفن، مش عايزك تكملي؟ لا ما هو عارفني ممثله، ما كانش بقى يقرب لي يعني. وانا يعني ما قلتلوش ان انا ببيع فجل وبتفاجئ ان انا ممثله، اكيد هو عارف ان يعني الشخص اللي هيبقى بيقرب مني هيبقى عارف ده. برضو انا بحس ان هو هيبقى بيخدعني ان هو ما قاليش من الاول، وفكره ان هو كده هيبقى بالنسبه لي بيتمسكن لحد ما يتمكن، انه يقول لي مثلا انا عندي مشكله ان انا تبقى مراتي فنانه. طب انت من الاول قربت، يعني ما ينفعش نعدي شوط مع بعض. وانت الاول اعجبت بيا وانا فنانه، انت اعجبت بيا وانا ممثله، بس ممكن انا ابقى عايزه اقعد دي مساله انا ليا، يبقى انا حريه الاختيار. بس انت بس مش عايزه تقعدي؟ لا انا بقول لو انا عايزه اقعد، بس هو ما يبقاش جابرني، ما يبقاش ده بيتشرط عليا. مش اجبار مني. أم اكيد في يوم من الايام ممكن احس في وقت معين لما اكبر. في ناس، في ممثلين بيبقوا عايزين في وقت معين خلاص هم واصلين للبيج مش عايزين يقلوا عن ده. ممكن انا احس بعد 20 سنه لما ابقى اكبر من كده او بعد 30 سنه ان انا خلاص كفايه، انا حاسه ان انا اكتفيت وعايزه اقعد بقيت حياتي اهتم بحاجات تانية. بس ده يبقى اختياري انا، مش حد مديلي تايم معين. طيب الاجيال الجديده عندها مصطلحات كده جديده، منها الكراش وبيفليرت والحاجات دي. انا مع الجيل القديم، انا معاك وعايز معجب بيا ومستلطفني وهشوف. مش حاجه اسمها كراش. كراش مين والناس نايمين؟ كملنا نكشفها لمديحه كمان. ناس كتير، ناس كتير يعني بتقولي. انت بتتكلمي كده جنب ماما وجنب خالته، انت فيكي مديحه كمان؟ طبعا ده شيء بيفرحني جدا، انا مش شايفه كده بس هي الناس بتقولي كده. لان انا بالنسبه لي انها جميله الجمالات، يعني من جمالات السينما المصريه وممثله عظيمه. طبعا فده شيء. انت النهارده بتقولي لي كلام، بتقولوا لي كلام حلو كده. لا بس الحقيقه يعني رفع لي الادرينالين كده، رفعته معنوياتي النهارده. وانت بتتكلمي بروفيلك بالجزء ده لا في كتير من مديحه كمان. لا والله ده شيء يسعدني بجد. انت شفتيها طبعا، هي اخر حد كانت مع مامتك. مع مامي ده حقيقي. لا انا كنت بشوفها، انا فاكراها كويس جدا مع ان انا كنت صغيره لما توفت، ولكن انا فاكراها وهي كانت طيبه وجميله وبلسم خالص. وهي وشوشو ومامي كانوا قريبين لبعض، وكان على طول بتيجي عندهم وانا بشوفها، وهي كانت قمر 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 من غير ميك اب من غير حاجه كده، وشها كان ملائكي. عمري ما هنساها هي، ولا هنسى العظيمه اللي هو انا بالنسبه لي دي حاجه كده افضل اقولها، ان انا كنت بشوفها الاستاذ ده الفنانه الجميله الراحله شاديه. الاثنين كانوا قريبين لشوشو جدا، وكنت بشوفها وكانت بتيجي في المناسبات اللي هي بتبقى منغلقه شويه وكده. فقمر الاثنين وشهم وبالحجاب من غير اي ميك اب حقيقي ملايكه. مين من النجوم سواء بقى في الجيل الاستاذ محمود او الاجيال اللي بعده هو بالنسبه لك فتى احلام؟ بلاش الكراش. لا لا الفتى احلامي، خلينا هنا فتى احلامي. في الجيل بتاع استاذ محمود طبعا استاذ محمود، لان انا ما بحبش الراجل اللي ما بحبش الملونين، يعني بحب الحاجات اللي هي تبقى فيها جنجنه ومسمسم كده بس يبقى فيها حارش كده يعني. يعني حتى انا بره بحب كيانو ريفز، بحب شكله يعني الحاجات اللي هي. وفي الفتره بقى اللي بعد استاذ محمود الاجيال اللي بعديها خالد النبوي. طبعا طبعا بعشقه. بحبه، بحبه كممثل وكبني ادم وثقافته والشغف اللي عنده على طول، وان هو طول الوقت محافظ على مكانته. وبحب يعني ك ك ك
كشكل بقى فتى احلامي اللي بيبقى لكل بنت هو ده شكل فتى احلامي. خالد النبوي يعني كل الكلام لا يكفي. ده حقيقي. بس مفيش واحده تتجوز اللي فتى احلامها اللي هي يعني الفريم اللي حطاه للشكل انا ما يعني ما بيحصلش. المهم ان هو يبقى راجل ويتقي الله فيه. خالد النبوي ده حلم بعيد بقى يعني حد زيه. ربنا يسعدك. ربنا يخليك. انت بعد دورك في العتاوله ايه اللي حصل بعد كده؟ هل في تقدم لك ادوار تانية؟ في ناس بيكلموكي عن ادوار تانية؟ لفتي النظر فجاه افتكروني. يعني فجاه بقى العدد اللي بيجي يعني انا مثلا في الطبيعي ممكن يجي لي في السنه مثلا حاجتين ثلاثه وبيبقى حاجتين مش حلوين وممكن اختار منهم حاجه. المره دي العدد بيكلموني اصلا من وانا يعني لسه رمضان ما خلصت يعني. حلو. الحمد لله. بس استاذه احمد موصينا كلنا مش انا بس استاذه احمد خالد موسى ان احنا نتأنى جدا وان احنا نحافظ على النجاح الكبير اللي كل المسلسل نجحه بكل ده في جزء تاني. وفكره ان انا اختار دور يبقى بعيد عن يسرى لان لسه في يسرى ليها حاجات هتحصل في الجزء التاني. ففكره الاختلاف ان انا اختار حاجه مش شبه يسرى. فان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله عندي عمل هيبقى حلو جدا وهيبقى مختلف عن يسرى خالص. ويا رب ان شاء الله ربنا يوفقني وابقى السنه الجايه كمان في العتاوله فكره ان انا ابقى على نفس المستوى بتاع السنه اللي فاتت او احسن طبعا ان شاء الله. انت استاذ باسم سمره كان هو من الرجال في العتاوله كان قريب منك؟ لا كلنا. مين كلنا. من الستات مين من البنات او مين عملت معاها صداقه او قعدت اكتشافها؟ بصي هقول لك على حاجه احنا كلنا از جروب وكاست هتلاقي في حاجة عندنا نادرة ان احنا قريبين كلنا من بعض. يعني احنا قاعدين 24 اور مع بعض بنفطر مع بعض بنتسحر مع بعض بنقعد نتفرج على رامز مع بعض نتفرج على الحلقة مع بعض. لو 60% مثلا من الكرو بيصور والباقي في الاوتيل احنا بنروح نتحرك نروح نقعد معاهم في التصوير حتى لو ما عندناش ساعات بنقعد ونقعد نتسحر من قاعدين مع بعض. بس انا ومي طبعا قريبين من بعض. مي كساب مي جميلة روح قلبي كانت رائعة ولوك ممثلة عظيمة وبني أدم عظيمة وأنا ومي اشتغلنا مع بعض قبل كده وكده كده أصحاب من زمان. بس المرة دي الموضوع كان مختلف لأن عيشة ويسرى أدوار صعبة جدا وكانت محتاجة مننا مذاكرة. فإحنا كنا طول الوقت بنقعد نفكر مع بعض وبنذاكر مع بعض وبنقعد مع بعض. ومي فيها حاجة جميلة عارفه ان محدش ينفع يبقى حلو لوحده ما عندهاش انانيه ان انا حلوه انا خلاص دي. هي حريصه طول الوقت ان احنا كلنا نبقى حلوين وعندها ثقه في نفسها عارفه ان هي حلوه قوي فلازم ابقى انا حلوه ولازم هو بينج بونج مباراه لازم احنا البعض ندي البعض يعني ايه خد وهات بينج بونج. فمي قمر يعني يعني انا عارفاها من زمان بس المسلسل خلى الريليشن بتاعتنا تأكيد. وبرده هقول لك تاني البني ادمين بيبانوا في السفر. استاذ احمد السقا استاذ طارق لطفي زينة كانوا محتويين استاذه فريده سيف النصر استاذ احمد كل يوم بنفطر عنده عليك. يعني عنده فوق بنفطر كل يعني محتوينا وبيتعامل مع اصغر واحد لاكبر واحد من العملاء النظافه لحد انجم واحد نفس الطريقه وبيدخل يسلم على كل الناس. يعني بيقعد يعلمنا حاجات. هو انسان قوي 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 وعنده طاقه حنان واحتواء بتكفي العالم أحمد كله سأل. خطير برج خطير الحوت فلازم يبقى لا طيب وجميل المدرسه يعني القديمه الرومانيه كده والمرجله والشهامه المدرسه والالتزام خالص. يعني ساعات الواحد بيتحرج مفيش حاجات اوفر نبقى كاميرا سبعه الاقيه 4 الفجر واقف في الريسبشن يقول يلا انا رايحه التصوير يلا اتحركي معايا اقول له مش حاضر. يعني رايحه 4 ليه؟ الالتزام الالتزام خطير كمان يحب يقعد ياخد من اتموسفير المكان والمود بتاع المسلسل ويدلنا منه. منا احنا سعداء انا اللي سعيده والله جدا سعداء وان شاء الله مزيد من التفوق والتالق والتوفيق ونشوفك محققه كل اللي بتتمنيه واكتر. ميرسي جدا ليكي وميرسي لحضرتك جدا انا سعيده وميرسي على الكلام الجميل ده. انتي قمر وسعداء بوجودك معانا حبيبتي. شكرا كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي. طيبه ولسه حلقتنا مكمله نشوفكم بعد الفاصل. التالي الناقد عصام زكريا مدير مهرجان القاهره السينمائيه.
وبنجد تحية مرة ثانية لكل المشاهدين. ومن أيام قليلة تابعنا بكل الحفاوة وبكل الحب اختيار موفق جدا، يعني اختيار صادف أهله إن يتم اختيار ناقد وصحفي مهم وشديد الاحترام وشديد الاحتراف كمان لمنصب مدير مهرجان القاهرة السينمائي. فقبل ده أو هذا الاختيار قبل بحفاوة كبيرة جدا من كل الناس، وكان عليه إجماع لأن مهرجان القاهرة من الحاجات المهمة لأنها يعني صورة مصر، ومهرجان من أهم المهرجانات، فلازم يكون ليه شغل مختلف ولازم يكون ليه قيادات مختلفة. فحن المهرجان وتفاصيل كتيرة جدا، قلنا لازم يكون ضيفنا هو زميلنا وصديقنا عصام زكريا، نبارك له ونعرف منه ونسأله حاجات كتيرة جدا. نورتنا يا عصام. شكرا، منورة بيكو، شكرا على الكلام الجميل. اهلا وسهلا بيكو استاذ عصام. اهلا بحضرتك استاذ عصام. وانت كنت من زمان في مهرجان القاهرة السينمائي، انت ناقد وصحفي، وكنت وانت صغير كنت بتحوش فلوس عشان تلحق تروح المهرجان وتعرف يعني انت عايش مع مهرجان القاهرة السينمائي من وانت صغير. دلوقتي لما بقيت مسؤول عن مهرجان القاهرة السينمائي، ايه اكتر مشكلة انت عايز تحلها؟ هو بصي، قبل المشاكل طبعا يعني اهم حاجه العلاقه بينك وبين المكان او بينك وبين العمل اللي بتعمليه. فمساله العلاقه دي بتسهل عليكي يعني حاجات كتير. انت عارف دهاليزه حتى يعني انت عارف خبايا المهرجان. هو اول مهرجان يعني اول كتاب مثلا عملته في حياتي كان من اصدارات مهرجان القاهره. اول لجنه مشاهده دخلتها في حياتي مهرجان القاهره. وكان الاستاذ كمال الشيخ هو رئيس اللجنه يعني. فانا شفت اسماء وشفت ناس واشتغلت مع ناس من وانا يعني لسه صحفي في التمرين في مهرجان القاهره. اذا عارف، فعارف المطبخ وعارف حتى الناس شخصيا كمان اللي هم شغالين في المهرجان من سنوات طويله يعني. طب ايه اكتر مشكله عايز تحلها في المهرجان؟ مش مشكله يعني، موضوع تحدي. هي بص انت مع مرور الوقت بتكوني وجهة نظر وملاحظات على المكان يعني او على العمل. يعني اذا افترضنا حتى انت من خلال عملك مثلا في هذا البرنامج وفي الفضائيات بشكل عام، هتلاقي انت مع مرور السنين انت كونتي عندك ايه ملاحظات على الايجابيات وعلى الحاجات اللي ممكن كان نفسك تبقى موجوده. طيب خلينا، فلو توليتي اداره بقى ان شاء الله يعني اداره القناه، اكيد هتبقي الملاحظات دي هي اول حاجه هتفكري فيها. طب ايه اللي بينقص المهرجان؟ يعني احنا من واحنا صغيرين بنشتغل في المهرجان، فاحنا عارفين كل المشكلات بتقابلنا من واحنا صغيرين، نوعيات الشخصيات. ايه اللي حضرتك عايز تحققه او تعدله بعد ما بقيت مسؤول عن المهرجان؟ شوفي، الدرس الاساسي اللي انا يعني طلعت بيه من موضوع المهرجانات ده سواء من المهرجانات اللي انا اشتغلت فيها او اللي انا تابعتها كصحفي او اللي سافرت لتغطيتها او المشاركه فيها بره مصر في العالم العربي او في العالم كله، هي انه التنظيم هو اساس كل شيء في المهرجان. التنظيم، لانه المهرجان هو مهرجان بقى، عارفه بالمعنى الكلمه العربي كده، يعني في ناس كتيره جدا بتشتغل وحاجات كتيره بتحصل في نفس الوقت. في واحد جاي في المطار، واحد بيسكن على الكاونتر في الفندق، وفي فيلم بيتعرض، وفي صاحب الفيلم ده المفروض يعمل ندوه، ففي واحد هيدير الندوه، وفي نفس الوقت في ماستر كلاس بيتعمل، وفي نفس الوقت في فعاليه تانية بتتعمل وتكريم في حته تانية، ففي 10 15 20 نشاط بيتعملوا في نفس الوقت، افلام بتعرض في عدد كبير جدا من القاعات في نفس الوقت. لو حصل مشكله صغيره قد كده في اي مكان من الاماكن دي بتسيء لايه؟ للمهرجان كله. فانت عندك المشكله، الحق الكهرباء قطعت في سينما فكذا، الحق النسخه الدي سي بي متشفره وما اشتغلتش، المخرج قام في وسط العرض وقال ايه ده مش الفيلم بتاعي، دي النسخه اللي بتتعرض دي وحشه، النسب بتتعرض مش مظبوطه، الصوت مش دولبي،
فطالع وحش، الالوان مش مظبوطه عايزه تتصلح، حاجه صغيره قد كده بس بتكون النتيجه ايه؟ انها غلطه الثانيه الثالثه او تفصيله الثانيه الثالثه يطلع الضيف ويطلع الجمهور بانطباع وحش. طب انا عندي ثلاث حاجات. اتفضلي. اول مشكله انا من وجهه نظري مش حضرتك، الافلام وعدم وجود امكانيات ماديه لشراء افلام ذو مستوى كبير وراقي يليق بقيمه مهرجان القاهره الدولي السينمائي. دي اول حاجه هنعمل فيها ايه. تاني حاجه التخبط ما بين الرئيس الشرفي او الرئيس مهرجان فنان حسين فهمي ومن يدير المهرجان وهو حضرتك، هتتوافقوا مع بعض هتتعاملوا ازاي مع بعض لان كان حصل في دي مشاكل كتير جدا. تالت حاجه لجنه التحكيم وقوه لجنه التحكيم هي اللي بتدي تقل للمهرجان. فهم دول ثلاث اسئله اللي انا عايز أقول. نجاوب بالترتيب. واحد واحد. اول واحد كان فلوس، فلوس عشان تشتروا افلام، شراء الافلام او عشان فلوس على الامكانيات. بصي هو موضوع شراء الافلام ده حديث شويه يعني ما كانش موجود زمان، كان بيتم اهدائه للمهرجان، كان نادرا يعني ما انه يشارك في مهرجان، كان في فخر عند صناع الافلام ان هم يشاركوا في المهرجانات. امتى حصلت موضوع الفلوس ده؟ لما ابتدت تظهر شركات التوزيع، فيروح عامل ايه؟ تظهر شركه توزيع ياخد يشتري الافلام اللي خدت جوائز في المهرجانات الكبيره وابتدي انه يوزعها في الشرق الاوسط. اوكي. فطبعا المقابل اللي هو بيدفعه ده بيحاول ان هو بقى يكسب منه، بقى يكسب منه يوزعها لمهرجانات اخرى يكسب منه. فانت ما بتتعامليش مع صانع الفيلم مباشره، احنا زمان كنا نبعت للمخرج والمخرج مع المنتج يقرروا ان الفيلم ده يشارك في مهرجان الفلاني. دلوقتي الموضوع ما بقاش كده. يعني حتى احيانا المخرج يبقى عايز يروح المهرجان ده بس شركه التوزيع تقول له ما ينفعش، احنا مرتبطين مع المهرجان التاني. فده من ضمن الاسباب. من ضمن الاسباب التانيه ان المهرجانات كترت جدا، فبقى في تسابق محموم على فكره ان انا العرض الاول دي. لكن لما ما كانش في غير مهرجان القاهره في المنطقه كان اي حد يتمنى انه يبعت فيلم. بالظبط الدنيا اتغيرت. دلوقتي دلوقتي في بقى مهرجانات جوه مصر وبره مصر بتحاول انها تاخد الافلام. فبقى في بقى حكايه ايه؟ انه انت هتدفع كام؟ لا انت هتدفع كام؟ في بس متهيألي قصه مزاد على الافلام الفلوس بتتحل. ويمكن الاستاذ حسين فهمي بيتكلم مع رعايه او يعني انا طبعا طبعا بس انا 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 وجهه نظري انه ما تخشش اصلا في اللعبه دي. احنا مهرجان القاهره، ما تخشش في اللعبه ما ندفعش فلوس، اللي عايز يجي يعرض. هندفع في المعقول، اكتر من كده مش عايزه. هيقل من مستوى المهرجان. الافلام الحلوه كتير كتير اكتر من الهم على القلب، بس اسم مستوى مهرجان القاهره السينمائي لازم يبقى عالي. صدقيني من خلال الخبره في المهرجانات والافلام والاسماعيليه، ما كان عندي احيانا برضو نفس المشكله، الافلام الحلوه كتير. اوكي. وانت في الاخر عندك عدد ايام معدوده للعرض، انت بتبقي بتشيلي في الاخر، مش يعني بيبقى عندي افلام اكتر من اللازم وفي عدد ساعات محدود في الاخر، اسبوع 10 ايام. والمفروض ان كل فيلم ياخد حقه من المشاهده وكل فيلم ياخد حقه من العرض. هي مش مالي كتالوج. أكيد. يعني في مهرجانات تلاقي كتالوج فيه 300 فيلم وبعدين ما عندهمش غير قاعه واحده. كان في مهرجان كده يعني عندهم قاعه واحده في المهرجان و300 فيلم. ده انت لو قعدت تعرض على مدار الساعه 24 ساعه في اليوم مش هتلاقي وقت. فاذا انت فيلم. الحل اللي انت بتقدمه دلوقتي ان انا مش هبقى اداه، مش هرضخ للمساومه في شركه التوزيع في حدود المعقول. حلو. طيب خبرتك الحاجه الثانيه ان انا كمان اهتم ب يعني المسابقه، افلام المسابقه دي اللي بيطلب فلوس عاده هي الافلام اللي واخده جوائز كبيره. لكن افلام المسابقه الرسميه هم بيتسابقوا
مفروض ان هو يعرض المهرجان ده بقى الناس تتسابق ليه لما اسم مهرجان القاهره وقيمه مهرجان القاهره تعلى. وده يجاوب على السؤال الثاني لحضرتك، انه لجنه التحكيم الاسماء اللي موجوده في المهرجان، كل ما كانت لجنه التحكيم والاسماء اللي موجوده في المهرجان كبيره، كل ما ده شجع اصحاب الافلام ان هم يجوا عندك انت مش عند المهرجان التاني. طب انتوا حطيتوا مين هيبقى لجنه التحكيم؟ طبعا يعني تواصلنا ولا زال يعني بنكمل اللجنه يعني. طيب يعني العرض الاول في الجزء الاول من الكلام، انت شايف ان الهدف من العرض الاول لافلام كتير تبقى في مهرجان القاهره السنه ده من ناحيه، من ناحيه انت هتعملوا اكتشاف للافلام. يعني انا ده اللي انا بتمناه، انه احنا نقدر انه زي المهرجانات الثانيه دي ما بتعمل انها بتكتشف اسماء جديده، يبقى اول مره شارك. يعني عندنا في اسماء كبيره جدا في عالم السينما النهارده اول مره يطلعوا فيها، طلعوا من مهرجان كان او من برلين او من فينيسيا او من مهرجانات تانية. هقول لك على حاجه، في مخرج تركي اسمه نوري بلجي سيلان، واحد من اكبر المخرجين في العالم. فقابلناه في كان من كام سنه، وكان ليه فيلم في المسابقه وخد يعني احسن سيناريو وخد جائزه كبيره تانية. فبقول له احنا عايزين يعني عايزينك تيجي مهرجان القاهره وكده. هو كان هو واخته بتكتب السيناريوهات معاه. فقال لي ده انت عارف ان اول مهرجان شاركت فيه في حياتي كان مهرجان القاهره؟ لا، مهرجان اسكندريه. واول جايزه خدتها في حياتي كانت في مهرجان اسكندريه. انا كنت المدير الفني في مهرجان اسكندريه في الوقت ده واخترت الفيلم. فانا يعني طبعا يعني حسيت كده فرحت، لانه كان صعب انه ممكن حد تاني ما يختارش الفيلم يعني. بس انا حسيت ان ده حاجه كبيره. طيب فهي دي الفكره، انه يبقى عندنا كشافه كده تقدر تكشف لنا ناس بحيث ان انا اقدم لا يقل اهميه عن الاسماء الكبيره وافلامهم لا تقل جوده، غير ما اضطر يبقى عندي ضاغط عليا العامل المادي ان انا اشتري افلام. لانه هو مش موضوع بس انه حتى لو الفلوس متوفره، بس في الاخر ما ينفعش ان انا افكر في مهرجاني بان انا بقى هشتري اي فيلم في الدنيا بشكل تجاري يعني. طب لما مش ده دوري. استاذ حسين كلمك اقول لك على سر تاني مثلا في الموضوع ده. طيب في افلام بيدفع فيها مبالغ طائله في المهرجانات، انا بقى كناقد باجي قبل المهرجان بشوف البرنامج بتاع الافلام وكده. اول حاجه بعملها ايه؟ بروح داخل على النت اشوف الافلام اللي موجوده عشان ما اقعدش اضيع وقتي في افلام موجوده. فبلاقي مثلا نص الافلام اللي اتدفع فيها الافات دي موجوده اصلا على النت او اتعرضت، يعني ممكن الحصول عليها بان الواحد يدفع مبلغ ويبعت له الفيلم دولار ولا مش عارف ايه ولا حاجه كده. طيب فانت دفعت 5000 و4000 يورو او دولار في حق عرض فيلم لمجرد والفيلم موجود وممكن مثلا ينزل بعد المهرجان باسبوع في دور العرض. ما هو ده مهم بقى ان يبقى حد متابع وفاهم وشايف الصوره صح. عمل ناجح مهرجان الاسماعيليه وانت كنت رئيس المهرجان، فكان بالاجماع ان ده مهرجان مهم جدا ومتميز ومشرف، ويكلمك استاذ حسين فهمي يقول لك تعالى نقعد ويقول لك تبقى مدير مهرجان القاهره. يعني عايزين نعرف الكواليس بقى، ايه طلباتك؟ هو قال لك ايه؟ فجأة اتفقتوا التعاون يبقى عامل ازاي بينكم وبين بعض؟ بصي، اول حاجه قلتها للاستاذ حسين، قلت له انا مهرجان القاهره ده يعني بالنسبه لي حاجه كبيره جدا، وحضرتك طبعا الشغل معاك يعني حاجه كبيره. وهو كان يمكن متخوف في حكايه ان انا رئيس مهرجان الاسماعيليه فمش هينفع ابقى هنا وهنا. فطبعا بينت له ان انا مش هبقى موجود اكيد في مهرجان الاسماعيليه، متفرغ تماما. هتستقيل من
مهرجان اسماعيليه؟ يعني مش استقاله، هو انا بجدد يعني، اصل القرار طلع وانتهى يعني، القرار بيطلع بالدوره. فالدوره الاخيره دي انا عملتها وخلاص يعني، ما فيش يعني استقاله، مش محتاج ان انا استقيل يعني. يعني ما فيش استمرار، حضرتك هتركز في مهرجان القاهره؟ طبعا لازم طبعا اتفرغ تماما لمهرجان القاهره. الحاجه الثانيه اللي لمستها، وده كان بيجاوب على السؤال الثالث بقى اللي انت سالتيه مش ناسي، انه يعني احنا هنقسم المهام ازاي؟ المهام ازاي؟ تخصصات. شوفي انا برضو في شغلي في المهرجانات قبل كده، وفي حتى في الصحافه والحاجات دي، ما بحبش نظام الاحزاب ونظام الشلل ونظام انه ده عنده صلاحيات وده عنده مش صلاحيات وخبطه ببعض. احنا بنشتغل فريق المشاركه. وبالتالي انا دي طبيعتي، واعتقد انها طبيعه الاستاذ حسين، لان فورا يعني تفاهمنا فورا من اول ساعه يعني، انه جيلي مثلا تليفون ايميل هقول له في فلان كذا وفي كذا وانا بفكر في كذا، وهو لما برضه يعني نفسي روح الفريق هي اللي بتشتغل، ان احنا نتكلم كل يوم ناخد القرارات مع بعض يعني. في الاخر احنا مش بتتنافسوا، انت بتتكلموا، انت بتعملوا شيء واحد، بالعكس. ومحدش بيشتغل عند حد، ومحدش يعني في الاخر احنا بتشتغلوا للمعرفة، كل واحد فينا عارف يعني قيمة التاني. استاذ حسين تولى المهرجان في فترة صعبة جدا بعد وفاة استاذ سعد الدين وهبي، اللي هو كان يعني العمود الاساسي لهذا المهرجان، والحاكم بامره في المهرجان يعني، هو اللي كان فاهم المهرجان ده من الالف للياء، وقعد سنوات طويله جدا يعمل المهرجان، ثم توفى فجاه، وكان فاضل ايام او اسابيع قليله جدا على المهرجان، استاذ حسين تولى المهرجان في هذه الفتره العصيبه، وادار دورات ناجحه جدا في الفتره اللي تولى فيها، فهو كمان فاهم المهرجان كويس قوي، وعارف الناس. مش رئيس شرفي زي ما حضرتك يعني اشرت، ممكن يكون في حد في تاني وقت من الاوقات في دوره من الدورات وفي مهرجانات كده بيبقى فيها اللي فيها رئيس شرفي او يعني، لكن لا، استاذ حسين ادار المهرجان اداره يعني حقيقيه في تفاصيلها، في كل الحاجات الصغيره اللي فيها، فهو فاهم الحاجات دي وعارفها. ايه اهم الضوء يعني، ايه اهم النقط اللي بيسهلها لك وجود فنان كبير زي حسين فهمي؟ طبعا يعني اكيد طبعا الاسم النجم الكبير ده. طب غير اسمه ايه النقط الاساسيه؟ اما انا هقول لك، اول حاجه بيسهل طبعا مساله العلاقات، سهوله الوصول للاشخاص، لاي حد في سواء من الرعاة أو من مسؤولين أو من كمان هو من خلال الفترة اللي اشتغل فيها ورجع تاني للمهرجان، هو كون علاقات على المستوى الدولي كمان، مش بس على المستوى المصري. فعارف يعني يعرف فنانين بره، ويعرف ناس بره، ويعرف الايجنتس اللي هم الوكلاء بتوع النجوم الكبار وبتوع الشركات الكبيرة والحاجات دي. فسهل جدا ان هو يعني يتعامل مع هذه الاشياء، وبالتالي احنا بنكمل ايه يعني بعض. شغل بعض. طيب دايما فيلم الافتتاح بيبقى هو التحدي الاكبر، انا هجيب ايه فيلم الافتتاح ويبهر الناس ويبقى، هل فكرتوا في الخطه او هو اولى الاولويات، ولا في اولويات تانية بداتوا بيها؟ نرجع بقى لمسألة الأولويات اللي هو برضو أنا مصمم إن احنا نتكلم فيها، إنه الأهم من فيلم الافتتاح إن الناس تقعد تتفرج على فيلم الافتتاح. بالظبط، ما يمشوش يعني وما يروحوش من سنتين كان في فيلم لسبيلبرج، واحد يعني أنجح مخرج في تاريخ السينما، وأكتر واحد أفلامه عمل إيرادات في تاريخ السينما، وبعد الحفله ما خلصت معظم الناس انسحبت من القاعه، والعدد اللي كان متبقي لمشاهده الفيلم
انا عاده ما كنتش بهتم قوي كناقد يعني بالفقرات والحفله، أيوة دايما بروح متاخر عشان ايه، انا عايزه ابقى ذهني كمان صافي ان انا اركز مع الفيلم. ورحت ساعتها متاخر، بيت انا داخل والناس كلها خارجه يعني، فقعدت انا مثلا 20 30 واحد في القاعه الكبيره دي كلها ناس مشيت. ساعتها فكرت، قلت طب افرض ان سبيلبرج كان موجود كان حزن، كان منظر المهرجان هيبقى عامل ازاي. فاذا الاهم من فيلم الافتتاح انه اليه للناس تتفرج، ان الناس تقعد تتفرج على فيلم الافتتاح، مش بس فيلم الافتتاح، كل الافلام، كل الافلام. محدش يدخل وجايب فيلمه من اخر العالم وجاي من امريكا اللاتينيه ولا جاي من اليابان ولا جاي من جزر فيجي في استراليا ولا في حتت في اخر العالم طيب عندك خطه علشان تقعد الناس، وبعدين تتفرج. يجي الفيلم بتاعه بيتعرض وهو رايح يعمل الكيو اند اي، فيلاقي اتنين تلاته قاعدين يتفرجوا على الفيلم او طيب. اتنين تلاته بيسالوه. انت عندك تصور او خطه عشان ما يحصلش ده؟ ما هو ده بقى اللي احنا، ده اللي انا بتشتغل عليه. ده اللي انا بشتغل عليه. يعني في سهل ان انا اجيب اي فيلم افتتاح كويس. الافلام الحلوه كتير يعني فعلا، وان الواحد يجيب فيلم افتتاح كويس سهله، مش صعب، سهله. الاصعب ان طب انا هعمل ايه بفيلم الافتتاح ده بقى؟ هنظم يوم الافتتاح ده ازاي؟ ازاي اعمل عرض يليق بالفيلم ده ان الناس تقعد تتفرج عليه. طب والتكريمات؟ التكريمات كان متفق عليها احنا كمان، هيجي تكريمات من نجوم هوليوود؟ بنحاول دلوقتي مع كذا حد. عايز اقول لك كمان انه احنا هي الدوره اتاجلت السنه اللي فاتت. انا فاهم. فاحنا مش بنهد. كان في احمد عز وكان في نصر. انا مش بهد حتى. هيكملوا سواء فيما يتعلق بلجان التحكيم، بالتكريمات، حتى بالافلام. اذا في فيلم لسه لا يزال صالح للعرض معانا والشروط تنطبق عليه هتاخده. والفيلم جيد جدا هاخده. طيب يعني ما ايام ارمي سعد الدين وهبه كان نجوم العالم بييجوا يحضروا الافتتاح، والناس كانت بتبقى يعني اكسايتد جدا بالنجم اللي موجود. هل في خطه ان احنا نجيب حد من النجوم في حفل الافتتاح؟ ان شاء الله هيبقى فيه، بس دي الحاجات دي بتاخد تفاوضات. طبعا فلوس كبيره، وفلوس وفلوس ومفاوضات كمان اكتر. مفاوضات بقى، اول حاجه لازم يبقى جدول وقته مناسب مع وقت المهرجان. طبعا كله يبقى في برنامج اللي بيهتموا بيه يمكن حتى اكتر من فلوس البرنامج، هو هيجي يعمل ايه. يعني هل في برنامج فني سياحي؟ ايوه بس ده اولويه ان يبقى هيجي عايز يزور مثلا مدينه معينه عايز يروح، فانت هتظبط له الحاجات دي، ولا عايز يروح يعمل محاضره في معهد السينما. ايوه مش لازم الطلبات تبقى بس سياحيه، بس ده من اولوياتك ان يبقى في نجوم في حفل الافتتاح ان شاء الله. دي من اولوياتك. طبعا يعني لو احنا قلنا احنا عاملين خطه 1 2 3، فاحنا بندور على فيلم افتتاح، بندور على طبعًا نجوم طبعًا للافتتاح، وبندور على شكل عشان الناس تحضر حفل الافتتاح وبقيه الافلام. اقفل البيبان ما حدش هيخرج ان شاء الله. انا كنت لسه بفكر لك الترتيب ده. اقفل الباب، اقفل الباب. مش للدرجات دي يعني، بس بنفكر ازاي ان احنا يعني يبقى يعني مشاكلنا كده راقي يعني. كنت موافق على تأجيل الدورة اللي فاتت من المهرجان؟ والله بص، كلنا وقتها كنا متلخبطين ان اللي بيحصل، اللي كان بيحصل ده كان ولا يزال يعني كورونا. لا كان حرب غزة، حرب على غزة، فكان يعني حاجة بشعة جدا ولا زالت يعني. لكن بشكل يعني عام يعني انت بتبقى قدام موقفين، ان انت تعلني عن تضامنك بالغاء النشاط، او ان انت تعلني عن التضامن بتاعك باقامه النشاط ولكن بطريقه مختلفه. فانا حتى في الاسماعيليه عملنا كده يعني، احنا عملنا الدوره لكن فلسطين كانت يعني حاضره، مش بس ببرنامج
افلام كده او حد مكرم فلسطيني، لا ده كان في كل الفعاليات، في كل فعاليات المهرجان، من التكريم للمسابقات، وحرصنا بشده ان احنا نجيب افلام فلسطينيه كويسه، وفعلا خدوا جوائز. يعني الافلام الفلسطينيه كانت في المسابقات، يعني حتى في حفل افتتاح كانت مشرفه جدا، بجانب الماستر كلاسز، بجانب لجان التحكيم، واللي كانوا تم انتقائهم بعنايه من السينمائيين العالميين اللي متضامنين مع الحق الفلسطيني والعربي. بس ده معناه ان انت كنت مع ان المهرجان يقام بالشكل او بال، يمكن ما كانش في وقت بقى ساعتها، كان خلاص يعني، كان برضو ما ده محتاج تحضير يعني، يمكن كانت في خضه ان الحرب تتسع. ما كانت الامور غامضه لسه مش واضحه، يعني كان في تخوف ساعتها ان ممكن المنطقه كلها تشتعل يعني. على كل حال احنا بنتمنى لك ان شاء الله تعمل كل الاحلام و يعني حاسك مركز واخدها بهدوء وبالراحه، وبتعالج كل عقده كده وتقعد تفك فيها يعني. ما هو لازم مجهود. اصل التوتر كمان في المهرجانات دي مش بيؤدي لنتيجه عكسيه، بس لو انا متاكده منه هو مجهود كبير، ربنا يكون في عونكم ان شاء الله يعني. اهم حاجه برضو زي ما قلت لك برضو ان علاقه الواحد بالعمل مهما خد وقت ومهما خد جهد، اذا الواحد بيحبه صح وعايز يعني لا ان شاء الله. اولا حبك للسينما، الدقه، السنين الطويله في حب السينما، واسم المهرجان ده الواحد والواحد بيحطه قدامه كده، واسم المهرجان ما يقدرش يتقاعس. لا ان شاء الله باذن الله، تاريخ طويل يعني. لا ان شاء الله باذن الله نشوف حاجه مختلفه ومهمه ومشرفه وتليق بمصر، وكمان بمجهودك وبكل الاحلام وبكل الخبرات وبكل التاريخ ان شاء الله. بنشكرك جدا، كل امنيات التوفيق والتفوق دايما. شكرا ليكم. شكرا، بشكر حضرتك، ميرسي جدا، وتحياتنا لحضراتكم، ونشوفكم ان شاء الله بكره في حلقه جديده. ان شاء الله يا رب يومكم كله خير وفرحه وستر وصحه، وبكره يوم جديد وستات على النهار، نشوفكم على خير.